زلزال قوي يضرب الحدود التركية السورية الآن، وسماع دمار المباني في أنطاكية. أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزال بقوة 7 درجات ضرب منطقة الحدود التركية السورية اليوم. وأشارت رويترز إلى سماع أصوات المزيد من دمار المباني في أنطاكية بتركيا. يا ترى ماذا يحدث في تركيا؟ في بداية الفيديو نطلب منكم الدعاء لإخواننا في تركيا وسوريا. تركيا تحت حصار الزلازل المدمرة، وانهيار سقوف المنازل وتدمير المتاجر بسبب قوتها. وأفاد مركز الرصد الزلزالي بسوريا بوقوع هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في لواء إسكندرون. وأعلنت وسائل الإعلام التركي بوقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية الأخيرة في المنطقة وسماع صوت انهيار مباني في مدينة أنطاكية التركية. وأشارت وكالة آفاد التركية بأن الزلزال وصلت قوته حوالي 7 درجات وضرب ولاية هاتاي جنوب تركيا. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن الطوارئ ويأمر السكان بالهروب لأماكن أكثر أماناً. أطفال معلقين تحت حطام المنازل، ومسنين ماتوا ودفنوا أحياء وسط صيحات الرعب والخوف. نشرت الشرطة التركية صوراً لحجم الدمار، حيث سقطت الأشجار، وبعضها قسم إلى نصفين، سقطت المباني والمنازل، كما تساقطت الألواح التي تغطي الأسطح. يا ترى ماذا يحدث في تركيا؟ تركيا تعيش رعب كبير، وكأن القيامة بدأت من هناك. آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى في تركيا جراء الزلازل المدمرة. منازل مهدمت، ونوافذ محطمت، ورائحة الموت تفوح في كل مكان. وسكان يبحثون عن أقاربهم، ولا يجدون وسيلة التواصل للإطمئنان عليهم، ولا صوت يعلو فوق صوت طواقم الإنقاذ المنهمكة في البحث عن أحياء تحت الأنقاض. فهذا هو المشهد في المدن التركية التي ضربها الزلزال الأقوى منذ عقود. هذا الزلزال من أقوى الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا على مر التاريخ، وهذه القنبلة التي وصفتها هيئة الزلازل بالتاريخية، والتي قال عنها الرئيس التركي أردوغان أنها القنبلة التي حطمت بلادنا لقوتها وقوة تدميرها. الزلزال التركي من ضمن أسوأ 3 زلازل عبر التاريخ، والذي تسبب في خسارة الكثير من الأرواح وتدمير الكثير من المنازل والطرقات. تعيش عدة مناطق تركية منذ أيام أسوأ هزات أرضية منذ 50 عاماً، وذلك بحسب ما صرحت به هيئة الزلازل التركية.
وتعد الهزة السابقة الأكبر في تركيا منذ زلزال 99، والذي تسبب بمقتل 50,000 شخص. ومن جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة، معلنا عن حالة التأهب للوحدات المعنية تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية. وتسببت الزلازل في تركيا في العديد من المشاكل الوخيمة، حيث توقفت حركة الصناعة والتجارة بشكل كامل، وتضررت الحيوانات والكائنات بشكل مرعب. تسببت هذه العاصفة التاريخية في وفاة الكثير من المواطنين من شدة التدمير. وكذلك الحيوانات لم تسلم من ضررها، فقد اختفت بعضها وفقدت الكثير من الأرواح. بالإضافة إلى أنها تسببت في خسائر مادية كبيرة. قال الخبراء إن زلزال إسطنبول القادم يمكن أن يضرب تركيا في أي لحظة من الآن. وأفادت صحيفة حرية التركية بأن الزلزال المتوقع حدوثه في تركيا وسوريا بحسب الخبراء، والذي سيحدث في مدينة إسطنبول، قد يفوق في خسائره التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد. وسيكون الزلزال أكثر دموية وفتكا بالبلاد، ويتسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية. وقال خبراء الزلازل: زلزال إسطنبول المتوقع سيفوق بخسائره تلك التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلا عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد تركيا للعصر القديم. وبعبارة أخرى، الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش يكاد يكون بروفة لزلزال إسطنبول القادم والمدمر. عزيزي المشاهد، تخيل أن زلزال تركيا وسوريا، الذي تسبب في كل هذا الدمار بقوة 7.5 فقط، فكيف إذا وصل الزلزال القادم بقوة 10 في المستقبل؟ نضرب لكم مثال لدولة حدث فيها زلزال بقوة 8، لتعلم حجم كارثة حدوث زلازل بقوة 10 في المستقبل. تخيل أن زلزال بقوة 8 ريختر يميت حوالي 1,000,000 شخص، فما بالكم بزلزال بقوة 10، والذي يتنبأ العلماء وقوعه في المستقبل بتركيا وسوريا. يقول الخبراء: إذا حدث زلزال في تركيا وسوريا بهذه القوة، فلن يكون لتركيا أو سوريا مكان على الكرة الأرضية. ضرر ومأساة كبيرة سجلها الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي، ولكنه زاد مخاوف كانت دفينة حول الزلزال المتوقع أن يضرب إسطنبول في المستقبل القريب، وهي أكبر مدن البلاد وأكثرها اكتظاظا بالسكان. وبينما لم تلتئم جراح تركيا جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له،